السلام عليكم أحبتي، أنا رائد الجعفري من العراق. اليوم محاضرتنا الثالثة من دورة أساسيات البرمجة لنوادي البرمجة بالعراق، مبادرة كودينج فور كيدز. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الثالثة من دورة أساسيات السكراتش. المحاضرة السابقة أخذنا مشروع اللي من مشاريع مؤسسة راسبيري باي اللي اسمه ديب سي سوشي. المشاريع اللي وصلتني جدا جميلة وأفكارها حلوة. اللي كان مطلوب من عندكم، يعني اللي وصل هذه المرحلة اللي سوى هذا الكود، هو يعني هنا جيد جدا، هاي مرحلة متقدمة. لكن اكو مشاريع جتني من عندكم بها بعض الإضافات الحلوة. فمثلا هنا هذا المشروع، مشروع نور العيون، الإضافة كانت انه هي القرش يتحرك مع الماوس. تمام، شكرا شكرا يا نور. مشروع مشروع مزة هيك الاسم، هنا القرش كل ما ياكل وحدة من الأسماك يتغير لونه، يا أما بلونها يا أما لون قريب عليها. أيضا هاي هم إضافة حلوة. هو سووا المشروع مثل ما مطلوب منهم، لكن هاي الإضافات اللي إضافوها كلها تحسينات تفيدنا أو تعلمنا أكثر للبرمجة. جنة وائل، جنة هنا أنا يمكن هو نفس التفاصيل مالته، لكن استخدمت أكثر من سمكة تتحرك بنفس الوقت. هنا ياسين، مشروع ياسين هنا إنه هو ياكل الأسماك، وإذا يعني لا التقى بأخطبوط أو غير شيء غير الأسماك ما يقدر يأكله. تشوفوا هنا، بس هو نفس ما مطلوب، نفس الأشياء اللي طلبناها إحنا، هو مصممها أحسنتم. مشروع أسراء هذا هو اللي خلينا نقول اللي طلبته من عندكم. روان علي هنا أنا ضايفة وقت بالإضافة إلى السكور، ضايفة متغير بالوقت يحسب له وقت. وهنا هذا المشروع ضايفين بالإضافة إلى بقية الأسماك هاي الأشياء مع أصوات تظهر صوت، مستخدمين الصوت جيد. شكرا لكم، هاي المشاريع جدا جميلة، راح نلقاها، راح أحاول أنشرها على الاستوديو اللي مسوينه حتى تستفادون من عدها كلكم. أي واحد يدخل يقدر يحسن عليها. الاستوديو مالتنا يعني هنا أنا راح أبعث لكم الرابط، راح أضيفها هنا بهاي المنطقة، وراح أبعث لكم الرابط بحيث تقدرون تدخلون على أي مشروع من المشروع أصدقائنا اللي سويناه إحنا، يعني جروبنا، ونقدر نستخدمه أو ناخذ عنده هذا شو اسمه مالتنا. خلينا نرجع للسكراتش. ملاحظة مهمة واجهت أغلبكم بعد ما نخلص المشروع، يعني أنتم لما تسوون مشروع على حسابكم، الحساب اللي هو الأونلاين، تشوفون هاي كلمة الشير اللي بالبرتقالي، هي هاي نضغط عليها، ومن بعدها تبعثوا لي هذا الرابط الفوق، تضغطون عليه يصير أزرق، ونضغط عليه كوبي، وتبعثوا لي على الإيميل. هاي هنا يصير المشروع شير وياي حتى أنا العفو أقدر أشوفه. اليوم مشروعنا حلو وبإضافة جديدة، وراح نتعلم بأشياء جديدة عن سكراتش. مشروعنا هو فرقة الروك الموسيقية. اليوم راح نسوي فرقة عزف موسيقية، يعني راح نجيب آلات موسيقية ونحاول نصممها. هذا رابط المشروع باللغة العربية، راح أبعث لكم إياه على الشات.
خلوا يمكم، وهذا باللغة الإنجليزية، رابط المشروع نفسه بالإنجليزي اللي إحنا راح نشرح عليه. طيب نجي هنا، المشروع مثل ما قلنا هي هاي المشاريع خاصة، أو هذا مسار التعلم خاص من شركة أو مؤسسة راسبيري باي، وإحنا ماخذين هذا مسار التعلم حتى نتعلم أساسيات البرمجة. المشروع حتى المشروع شلون راح يكون بعد ما نخلص التصميم؟ هذا هنا هاي أول نقطة راح يبين لنا شلون راح يكون المشروع بالنهاية. فلما أضغط على هذا العلم بالموقع راح يكون عندي مغنية، خل أشير الصوت وياكم، مغنية لما أضغط عليها بالماوس يظهر هذا الصوت، وعندي آلات موسيقية لما أضغط عليها أيضاً بالماوس تعطيني أصوات موسيقية. طبعاً هاي الآلات نقدر نضيف غيرها، نقدر نضيف أكثر من عدها، ونقدر نخلي مجموعة كبيرة. انتبهوا هنا الشغلة أريدكم تنتبهون لها، لأن راح نسويها هاي لما تبدي هاي المغنية تغني، تشوفون هاي إنما إنه صوت يظهر معه. كذلك هاي الآلات الموسيقية، هاي راح نسويها إحنا خلال المحاضرة. المشروع باللغة الإنجليزية وباللغة العربية نفس الخطوات، يعني ما بي فرق. فأني راح أشرح على اللي موجود باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى إنه راح أشرح لكم خطوة بخطوة. شنو راح نتعلم من هذا المشروع؟ راح نتعلم مجموعة أشياء. مثلا راح نتعلم كيف نغير المظاهر أو الكوستومز للكائنات مالتنا أو السبرايتس. تذكرون القطة من خليناها نمشي، أو كيف نغير الألوان للقرش، هاي نسميها كوستومز، وبالعربي اسمها المظاهر مالتها، يعني الزي مالتها، الأزياء. يعني أنا ممكن أغير لبس، ممكن أغير شكل، ممكن أسوي سمايل فيس، وجه ضاحك، ممكن أسوي وجه غضبان، هسه راح نشوفها كلها. بعد نقدر نسوي هاي نقدر نضيف صوت، نقدر نضيف صوت، نقدر نضيف يعني نصمم هاي السبرايت مالتنا اكشن، او نسميها احنا مؤثرات. يعني مثلا شفنا هاي المذيع، العفو، المغنيه، انه كيف لما اضغط عليها يظهر يمها كانما هي دا تتكلم، صوت يظهر من عندها صوت. تمام، هسه لهنا نجي نفتح المشروع، هذا مشروع سكراتش مالتنا، وننفذ خطوه خطوه ما مطلوب من عندنا. قلنا احنا كل خطوه نخلصها نخلي صح هنا. فهاي الخطوة الأولى قال لنا إنه افتح مشروع سكراتش، يا أما تفتحه من الحاسبة، يعني من حاسبتك اللي أنت منصب عليها سكراتش، يا أما تفتحه من حسابك اللي هو هذا. أنا هسه هذا حسابي على الموقع مال سكراتش أونلاين. فهاي الخطوة الأولى إحنا فاتحين هذا المشروع مالتنا، إذا كملناها نخلي صح هنا. الخطوة اللي بعدها، أول ما أفتح أنا مشروع بسكراتش يظهر لي السبرايت مالتي هو هذا القط. فإذا كان مشروعي يحتاج القط، أوكي أبقي. إذا ما يحتاج، هنا أنا ما أحتاج القط، مثل ما شفنا عندي مغنية وعندي آلات موسيقية. فأنا بما أنه مشروعي ما يحتاج القط، إذا لازم أمسحه. شلون امسحه احذفه؟ ده تشوفون هاي مثل سله المهملات بها اكس، مجرد ما اضغط عليها بالماوس انحذف. هسه انا حاليا ما عندي سبرايت، ما عندي كائن، وما عندي الباك دروب اللي هي الخلفيه. زين، هاي الخطوه خلصناها. زين، كتبوا لي بالشات من وين اقدر احصل على سبرايت جديد؟ أنا حذفت القط مالي. مستر تحصل إيه؟
على كائن جديد بمكان القط. أنا ما أريد القط، أريد أغير. يا أستاذ، من المكان المرسوم عليه كبلس، من المكان اللي تحت مرسوم عليه رسمة قطة، المرسوم عليها قطة ومكتوب عليها بلس، هذا المرسوم عليها قطة المكتوب من اللي تحت يا مستر، اللي كان لما بتكب بكرة هذا عيني صح. اوكي لو سمحت خل نضغط عليه. اوكي شكرا شكرا. اي والله ذن جيد، طلع عندنا ذن. شكرا لكم، شكرا للمساعده. جيد زين، هاي المكان اللي هو يقول انه هنا نقدر نحصل على اي سبرايت من هذه المكتبه اللي موجوده بسكراتش. جيد زين، شو يقول لنا؟ يطلب من عندنا نستخدم اثنين سبرايتس اللي هي الكائنات مالتنا اللي اسمه الدرام اللي هو الطبل، وهاي مجموعه الطبول الدرام كيت. خلينا نجي نبحث عنهم ونشوف وين موجودات ضمن الكائنات او السبرايتس اللي عندنا. مستر شكرا لكل من كتبوا بالشات. مستر نعم، احنا ممكن نضغط ميوزك من فوق او نضغط دانسر، ممكن نضغط دانس او ميوزك من فوق وتطلع لنا ادوات ادوات الطب. احسن، شكرا جزيلا، هسه بنوضحها. شكرا لك. جيد، هنا قلنا احنا بالدرس السابق قلنا هاي مجموعه كبيره من الكائنات او السبرايتس اللي انا اقدر استخدمها بمشاريعي. صديقنا او زميلنا ايش قال لنا؟ قال لنا اذا ما مندليتو نقدر احنا من فوق من هذه القوائم او هذه الاشكال نقدر نختار المجموعه اللي تناسبنا. فاني بما انه ابحث عن الطبول اذا اضغط وين؟ على ميوزك، فهاي موجوده كل الالات الموسيقيه اللي موجوده بسكراتش. اكو لا طريقه ثانيه، اذا اني حافظ الاسم هذا اللي موجود هنا طريقة أسهل. تشوفون هذا المستطيل اللي مكتوب عليه السيرش، هنا أنا أقدر أبحث فيه وأكتب درام. شوف أول ما بديت أبحث طلع لي هذه الإضافة. طيب نروح على ميوزك مثل ما قال صديقنا، ونضغط على درام هاي الأولى، ونضغط على الثانية الدرام كيت. نروح على القط، نروح على ميوزك، ونضغط على درام كيت. هسه صار عندي المجموعه الموسيقيه مالتي او الفرقه، بدايه الفرقه الموسيقيه مالتي. خلينا نشوف بعد بالمشروع شنو طالب من عندنا. يجي هنا يقول المشروع مالتنا ما بي اسم، فحتى احنا ننطيه اسم معين وين نروح؟ نروح على هذا المكان، هذا المستطيل الازرق شفاف هذا من اشر عليه، هنا مكتوب untitled، يعني معناتها انه هذا المشروع ما عنده اسم. اضغط عليها امسحها واكتب يا اما الاسم بالانجليزي او بالعربي اللي عجبك انت. فهسه انا اشرح لك، راح اكتب المشروع الثاني الفرقه او فرقه الروك الموسيقي. تمام، هذا صار اسم المشروع اللي راح ينخزن بي حتى احفظ وين ما وصلت اني بالشسمه. يا اما اقول له سيف ناو، احفظ الان، تمام، او من فايل اضغط سيف ناو، نفس العمل هذا وهذا. تمام، انا مسوي شير، مسوي شير من البدايه على مود لما تبعثوا لي اني اقدر ادخل واشوف انتم شنو شنو مثلا. احسنت يا ريم او مازن، احسنت. طيب نرجع للمشروع. هسه احنا عرفنا شلون نحفظ المشروع مالتنا باسم، هذه نفذناها. ننتقل للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها الستيج شنو معناها؟ اكتبوا لي بالشات، لا حد يفتح المايك، اكتبوا لي بالشات الستيج شنو معناها. قلنا يلا، احسنت يا سميه،
سمية تقول الستيج يعني المنصة، عبد الله يقول يعني مراحل التنفيذ، أحسنتم عبد الله وفيروز هنا. الستيج، أحسنتم أحسنتم، هاي الستيج أو المنصة هاي هنا أقدر أشوف عليها مراحل التنفيذ. هاي الستيج أقدر، معاذ يقول لنا نقدر نضيف عليها، نضيف عليها الباك دروب مالتنا أو الخلفية. فهسه حتى أحصل على الخلفية، هو شو يريد من عندي؟ يا خلفية هنا أشر لي خلفية اسمها ثياتر أو المسرح. زين، أني من أنا أحصلها من choose باك دروب، لو أحصلها من أنا choose sprite، من وين أحصل الخلفية مالتي مال مشروعي؟ جيد جيد، احصلها من هنا. احسنت يا عبد الله وفيروز. نفس الشيء الخلفيات او الباك دروبز اللي عندي ايضا اقدر ابحث عن، اذا اعرف اسمها ابحث عليها هنا بالسيرش، او اختار من هاي المجاميع اللي هو مسوي لي اياها. الخلفيه اللي يريدها من عندي بالمشروع شنو؟ رايد من عندي ثياتر، مسرح. فنجي هنا نكتب يا اما مسرح، تشوفون طلع لي هنا، مجرد بس تكتب اول احرف من عندها اذا حافظها تطلع لك المقترحات، او نروح منا اندورز. طبعا نقدر نستخدم اي خلفيه انتم تعجبكم، واي فرقه موسيقيه انتم تردون تصمموها انتم هماتين اللي يعجبكم، او اي اضافه تردون تضيفوها، هذا شيء راجع لكم وابداعاتكم اللي تضيفوها. هسه اوكي صارت عندنا، حتى لا تتغير في الاحداث. اوكي هسه صار عندي مجموعه الطبول اللي احتاجها او اللي طلبها من عندي، والخلفيه مالت المشروع مالتي اللي هي اسمها الباك دروبز اللي اسمها ثياتر. زين، هذه الخطوه ايضا خلصناها. هسه هذا ايضا خلصناها، وصلنا كيف نعمل برمجه للدرامز اللي عندي. طيب هنا خلينا نغير هاي الخلفيه لان ضعيف، اضاف خلفيه ما نحتاجها هذه. طيب اوكي شكرا لكم. هنا هاي الالات الموسيقيه حتى اضيف الاصوات مالتها احتاج استخدم شيء جديد راح نستخدمه بهذا المشروع وبالمشاريع القادمه. هنا هذا المربع اللي باقصى اليسار هذا اسمه add extensions او بالعربي إضافات. لو دخلنا عليه ضغطنا عليه راح تطلع لنا مجموعة إحنا نسميها المكاتب أو الإضافات، كل وحدة من عندهم راح تكون مخصصة الفد شيء معين. فمثلا أنا لو ردت أضيف مجموعة تخص الرسم أو التلوين فأختار هذه المجموعة الثانية اللي هي draw with your sprites، هاي اسمها البن خليني أرسم. هذه المجموعة الأولى اللي اسمها music هذه بها كل الآلات الموسيقية اللي موجودة خلينا نقول بالمجال الموسيقي. فأني حتى أضيف وحدة من هذه المكاتب اللي محتاجها بمشروعي مجرد ما أضغط عليها. من ضغطت عليها انضافتني للمجاميع، تشوفون هذه الإضافة، بالإضافة إلى كل البلوكس اللي بيها. هذه المجموعة شنو تحتاج من البلوكس؟ انضاف هنا. فأني بالمشروع هذا أحتاج أضيف الأكستنشن اللي اسمها ميوزك هذه، وحتى استخدم البلوكس اللي بيها. زين اغلبكم سأل اني كيف
حصلنا على هذه الموسيقى كيف ضفناها، هاي مال أدوات الموسيقى، وكيف نغير لون السبرايت. لون السبرايت وكل الحركات اللي بيه راح نشرحها هو بهذا المشروع، فنحتاج شوية بس نتقدم خطوة. كيف حصلنا على هاي المجموعة؟ أنا عندي بسكراتش مجاميع أساسية اللي هي هذه الألوان مالتي، عن الحركة، عن الصوت، عن المظهر، عن الكنترول التحكم، عن الفاريابولز اللي استخدمناهن بالمشروع السابق. بهذا المشروع احتاج إلى إضافات جديدة. بسكراتش موجودة عندي هنا يعني بالأسفل باليسار، عبارة عن خطين مثل هذا البلوكس مالتي وبها زائد، بمعنى أنه أنا أقدر أضيف إضافات، فهي بالترجمة للعربي يسمونها الإضافات extension، وإحنا نسميها للسهولة نسميها المكاتب الإضافية. فأني أشوف شنو اللي مشروع يحتاجه، مثلا يحتاج أنه أتعامل مع الكاميرا، هذا راح مجموعة جدا جميلة بحيث هاي أنت تقدر تحرك إيدك أو تحرك جسمك والكاميرا تأخذ الصورة وتستخدمها بسكراتش. الدورة السابقة استخدمنا إحنا هذا الرسام أو البن، القلم اللي يرسم بكل الألوان، أيضا عندنا مشروع راح نستخدمه في مستقبلا. زميلكم يوسف العدوي استخدم هاي المجموعة، هي سبيك تكست تو سبيتش، هنا نحول بها من لغة لغة، راح ننشر المشروع مالته. هنا بهذا المشروع مالته احنا محتاجين إضافة أو مكتبة اسمها ميوزك أو موسيقى، فمجرد ما أضغط عليها راح تظهر لي هي كمجموعة هنا ضمن المجاميع هذه، وكل البلوكس اللي البلوكس الخاصة بالموسيقى. كيف ضفتها؟ ضفتها أنا من هنا. زين، أحسنت. هاي كيف نلقاها؟ هسه خلينا نشوف بالمشروع مالتي كيف راح أستخدمها. فمثلاً هو يقول لي للتجربة استخدم هاي، إنه أني لما أضغط على هذا الدرام أو هذا الطبل لما أضغط عليه يظهر صوت. زين، أريد تكتبوا لي بالشات، ما حد يفتح المايك، فقط بالشات. أني شنو أقدر أبدي المشروع مالتي من أي وحدة من هاي المجاميع؟ قلنا إذا تتذكرون قلنا بها العلم، بها السبايس، أي وحدة من عندهم. أحسنت سمية، اللي هي اللي هذا لونها قريب للأصفر. أحسنتم أو الأحداث. أحسنت يا مازن، events أو الأحداث. زين، شو استخدمنا إحنا من عدها بالمشروع السابق؟ استخدمنا الفلاغ. شكرا لكم، أحسنتم. استخدمنا الفلاغ واستخدمنا الاتجاهات، يعني من أضغط على أي حرف من الكيبورد. تمام. زين، اليوم هو يطلب من عندي من هاي المجموعة استخدم when the sprite clicked، بمعنى إذا تذكرون أول ما شغلت المشروع كيف هو راح يكون النتيجة، ضغطت على الدرام، ضغطت على هذا الطبل، وضغطت على المغنية أنطوني أصوات، هاي يسمونها when the sprite clicked، يعني لما أضغط على هذا الكائن ينفذ لي شيء معين. يعني أنا هنا ما أحتاج العلم وما أحتاج من الكيبورد، أحتاج اللي هي هذه ثالث وحدة اللي اسمها when the sprite clicked، معناتها لما يكون مشروعي يحتاج من عندي أستخدم إنه أنا أضغط على السبرايت، أستخدم هذه البداية. أحسنتم، لونها أصفر. زين، نرجع للمشروع، ويقول ضيف هاي بالمشروع، يقول ضيف لي هاي كبداية إنه أنت تضغط على هذا الدرامز، ضيف لي هذه البلوك.
شوفوا هنا إذا ظهر عندكم الحركة إنه هو دا يسحب ثالث وحدة، وهنا دا يروح على ميوزك ويسحب أول وحدة من عدها. فإحنا نجي نختار هذا الدرونز، شلون عرفنا إنه إحنا دا نستخدم هذا الشكل أو هذا الكائن؟ أول شيء هو هنا لونه أزرق مو مثل هذا، وهنا ظهر عندي بالمنطقة مال التنفيذ هنا بهذا الصورة. دائما انتبهوا، لأنه لما يكون بالمشروع عندنا مجموعة كبيرة من السبرايت، أنا ممكن يعني أبرمج وأنسى إنه أني واقف على السبرايت نفسه. فهسه أني واقف على هذا السبرايت، على هذا الدرام، واستخدمت when this sprite clicked. الخطوة الثانية أروح على الميوزك، ممكن اللي عنده سؤال يكتب بالشات. أروح على ميوزك وأختار أول وحدة. خلينا نشوف أول وحدة شنو إذا ضغطت هسه هنا شنو يظهر عندي. خل أسوي شير للصوت وياكم. لما أني أجي على الماوس وأضغط على هذا السبرايت، كل ما أضغط ينطيني نغمة. شوفوا هنا راح أضغط على هذا ما راح ينطيني أي شيء، بس لما أضغط هنا زين. انتبهوا إنه أنا كل ما أضغط هنا هذا هنا يصير عليها إطار أصفر، بمعنى إن هي اللي دا تتنفس. تمام زين، نجي نشوف هذه التعليمة أو هذا البلوك شنو أستفاد من عنده. هنا هذا المثلث لما أضغط عليه راح تطلع لي كل الآلات الموسيقية كل أسماءها. طبعا لو جيت وغيرت راح يتغير الصوت. سوري خلينا نربطها تشوفون كيف تغير الصوت. راح أختار غير واحدة، لأنه هذه الأصوات هي فعلاً خاصة بكل يعني كل آلة موسيقية حاطين صوتها الحقيقي. هنا هذه البيتس عدد الضربات، هنا أنا أقدر أزيد هذا الرقم، خلينا نخليه واحد أو الشدة، خلينا نشوف شنو نغيره. سوري خلينا نكبره شوف شنو يظهر عندنا. تشوفون الصوت كيف يتغير. خلي الرجعة مثل ما هو، نخلي الشدة اللي هي 0.25. هنا نختار الصوت المناسب لنا للدرامز مالتنا، هو اللي كان رقم واحد هذا. زين خلي نرجع للمشروع. نعم حبيبي، ممكن تشرح اللي هو اللي جنب تختار الصوت، جنب اختيار الصوت. هذا هنا هذا البيتس. أيوة ممكن تشرح. تمام هذا هنا هو شنو ينطيني شدة الضربات مال الآلة الموسيقية. فإحنا هسه مبدئيا خلي نخليه نفس ما هو مقترحه اللي هو 0.25، وهذا اللي نغير به اسم الآلة الموسيقية. نختار الآلة الموسيقية يعني طبل، هسه راح نشوف عندنا بيانو، عندنا خلينا نشوف منها الأسماء، أنا ما أعرف نقول هنا بصراحة. كل آلة موسيقية نختار اسمها، نقدر نضيف هذا الصوت. طبعا هذا الصوت نقدر نضيفه على أي سبرايت، هاي السبرايت اللي موجودة. أنا هاي عدد الضربات الشدة مالتها، يعني يا أما نخليها أطول يا أما نخليها أقصر أرفع بهالطريقة. يعني نقدر نتحكم بكل التفاصيل الموسيقية. زين نغير صوتها. العفو الصوت ما واضح. نقدر نغير صوتها؟ نقدر نغير صوتها، طبعا نقدر نغير صوتها. هسه خلينا نشوف داخل المشروع. طيب
خلي بس ننتقل ممكن للخطوة الجديدة بالمشروع مالتنا. طيب خلينا نرجع للمشروع حتى لا يضيع الوقت علينا، ونشوف كيف ممكن هنا أنا هو يقول نفس ما شرحنا، انه اني اقدر اغير الاصوات لكل الالات الموسيقيه اللي عندي المناسب لها. طيب خلينا نشوف شنو عندنا بعد إضافة بالمشروع مالتنا. أنا راح يعلمنا حركة جديدة أو معلومة جديدة بالسكراتش، إنه أني لما أحتاج أضيف نفس البلوك البرمجي، فاني اما اسحبه منه جدا طبيعي، او اضغط عليه بالكليك الايمن اسوي له دوبليكيت، فراح ينطيني نفس الجسم. هذا هو يعلمني اياه، واقدر اضيف اكثر عدد من المرات. طيب خلي حاليا احنا نحتاج هذا الشيء. تمام دوبليكيت احسنتم. طيب ننتقل كيف نضيف السبرايتس الخاص بالمغني او المطرب. نروح نفس الشيء، نروح على السبرايتس اللي عندنا المكتبه مال السبرايتس، وندور على اللي اسمها سينجرز او المغنيه. طبعا هنا انتم مخيرين اي سبرايتس تقدرون تستخدموه، لكن أنا راح أسوي لكم مثل ما موجود عندنا بالمشروع. تمام. ومثل ما هم عندنا سينجر 1 هذه المغنية رقم 1. تمام انضافت عندنا. نجي نحاول نختار مكان إلها. هسه اختاريناها من الشست. انتبهوا هنا وياي، هنا أنا عندي اني ايضا مكتبه خاصه بالصوت، انه يا اما اضيف يا اما اعدل على الصوت الخاص بالمغنيه او المغني او الفرقه مالتي. كيف اوصل لهذه النقطه؟ أني حتى أقدر أتحكم بهذا السبرايت أو هذه المغنية، أني أضغط عليها، أول شيء أختارها أحددها، تظهر عندي باللون الأزرق. نجي هنا أنا كل سبرايت خلينا نقول أدوات أو ثلاث مكانات للأدوات أقدر أتحكم من عندها. الأولى اسمها الكود اللي من عندها تظهر أضيف بها الكود، الثانية اللي هي الكوستمز يعني المظاهر مالته، يا اما ارسم يا اما اغير اللون مالته. اللي سالني كيف نغير اللون، نجي نقدر نختار الجزء اللي نغير اللون او هو هذا، ونختار كيف تغيير اللون. بس قبل لا نسوي هاي الحركه نعمل له منها دوبليكيت حتى نغير على النسخه الجديده، حتى تبقى عندنا هاي النسخه الاصليه نفسها. زين هذه فيما يخص تغيير اللون وتغيير الكوستومز. اللي مطلوب من عندنا احنا نوصل للي هو الساوند او الصوت الاصوات. زين كيف اني اضيف صوت للمغنيه من الاصوات اللي موجوده بالمكتبه مال سكراتش؟ اني هنا بالبدايه بهذه الخانه او بهذا البيج اجي انتقل لهاي الكلمه ساوند، اضغط عليها تنفتح لي النافذه مال الصوت. طبعا هنا أنا اقدر اعدل او على كل الصوت، يا اما اسرعه يا اما ابطئ الصوت يا اما اخليه يعني خلينا نقول ناعم صوت رفيع، كل اللي احتاج اغيره للصوت، او اضيف صوت جديد.
كيف أضيف صوت جديد؟ عندي هذا شكل السماعة، فوقها بلاس، فوقها زائد، وشوف ده يطلع لي، ده يقول لي choose a sound، اختار صوت. فأني هنا راح تطلع لي هذه المجموعة كبيرة بسكراتش من الأصوات اللي أقدر أيضا فيها أصوات حيوانات، بها أصوات تأثيرات، بها أصوات تتكرر، بها صوت للملاحظة مثل الصوت اللي يوصلنا بالمسجات، وبها الفويزز اللي أني أقدر أخليها. كل صوت أني أوقف عليه هنا بالماوس أقدر أسمع، تمام؟ فهسه إحنا راح نختار الصوت اللي هو اسمه سينجر، هذا الصوت القديم. أنا هنا ما راح أعدل على الصوت، ما راح أسوي أي تعديل، راح أستخدمه نفسه. أرجع للكود، وين ألقاه؟ ألقاه بالمجموعة الثالثة في الدعاء. هسه حاليا ظاهر السكراتش. أيوة صار. أوكي، شكرا لكم. كيف نحصل على الصوت؟ كيف نضيف صوت للسبرايت اللي عندي؟ شكرا لكم. اختار الشخصيه مالتي او السبرايت اللي اريد اضيف له الصوت، فاني هنا اسمها سينجر وان اللي هي المغنيه. كيف اضيف الصوت؟ تمام. كيف نضيف الصوت؟ نختار السبرايت مالتنا يصير باللون الازرق، ونجي على كلمة ساوند أصوات. بتشوفون أنا وين مأشر؟ طبعا هاي بالفيديو راح تقدرون تعيدوها أكثر من مرة، وراح تلقوها موجودة، يعني راح تكون واضحة. كيف أختار الصوت اللي أريد أنطي هذا السبرايت مالتي؟ أجي من هذا شكل السماعة اللي بيها بلاس، choose a sound، وأجي أختار أي صوت أنا أحسه مناسب أو أنا أحتاجه بالمشروع مالتي. المشروع مالتنا يحتاج هذا الصوت اللي اسمه سينجر وان. كل صوت تريد تسمعه مجرد ما هنا بالماوس راح تسمع هذا الصوت. فأنا اختاريت هذا وراح ارجع القاه بالاصوات. كيف اقدر اتحكم بهذا الصوت؟ أنا اجي على الساوندز اللي هي ثالث مجموعه، ومجرد بلاي ساوند ظهر عندي. خلينا نشوف كيف راح نتحكم بها بالمشروع. هسه احنا هنا ضفنا هذه الخطوه الصوت، وعرفنا كيف نضيفه من فويس، ايضا هاي تعلمناها، وكيف راح نضيفه للمغني. قلنا احنا شو استخدمنا من الاحداث؟ استخدمنا وين السبرايت كليكت، يعني لما اضغط عليها بالماوس تبدي تغني. منين نجيب الصوت؟ نجيبه من مجموعة اسمها ساوند أو الأصوات، وأضغط هنا. فهسه أنا صار عندي لما أضغط على الطبل الدرام يظهر لي صوت، ولما أضغط على يظهر لي صوت كأنما إنه هي تغني. نقدر نغير الألوان، هسه نجيها، فقط أنطوني وقت حتى أقدر أساعدكم. زين، هسا احنا ضفنا المغنية وضفنا الصوت لها، وضفنا الدرام وضفنا الاصوات لها. نجي نعدل على الكوستمز مالتها. هنا اذا انتبهتوا، لما كان عند التنفيذ النهائي اللي بالبداية نفذناه، لما اضغط على المغنية لما تبدا يطلع الصوت من عندها او تبدا كانما تغني، تطلع لي يمها خطوط، تمام؟ كانما صوت. انا اريد اوصل فكره انه اني هذا انه هاي يد تغني ليظهر هذا الصوت، لكن هنا عندي يظهر هذا الشيء. فشلون اسوي؟ شلون اغير الالوان اللي دا تسالون عليها دائما؟ كيف اغير اللون؟ نضغط على الكوستمز. عرفنا انه احنا الكود نستخدم من عنده نضيف من عنده صوت للسبرايت مالتي. هسه نجي على الثالثة أو اللي بالوسط اللي اسمها الكوستمز. الكوستمز بمعنى المظاهر، يعني شكو شيء يخص الشكل الخارجي. زين،
كيف أغير الألوان لهذا الشكل؟ أجي أختار الجزء اللي أريد أغير له اللون، فمثلاً زين نقدر انه الأدرس نخليها مستمرة مالتها، بينا. نجي نختار الأدرس مالتها من هنا، تمام. كيف نغير اللون من هنا؟ تشوفون هذا اللي مكتوب فول، وأجي أختار اللون اللي يناسبني. طيب لما أريد أغير الشعر مالتها أضغط هنا يصير محدد باللون الأزرق، وأجي أغير اللون منها. تشوفون شلون خليت لونها أخضر. كيف أغير أي جزء أريد أغيره يخص السبرايت مالتي أضغط عليه يتأشر، وأجي أغير له اللون من هاي هذا التدريج اللي موجود عندي. تمام؟ زين. أنا بالمشروع ما طالب من عندي أغير الألوان، طالب من عندي إنه أخليها بهالشكل هذا، كأنما لما يطلع من الصوت لما تبدي تغني تظهر هذه الخطوط. هذه الخطوط كيف أسويها؟ بكل بساطة أنا عندي هاي النسخة الأصلية وهذه النسخة اللي هي تغني، راح أضغط على هذا الخط أو اللاين وأجي أضغط هنا. كيف رسمته؟ بالماوس، كله بالماوس. صار عندي شخصيتين مختلفات، شخصية كأنما تظهر الصوت وشخصية ما تظهر الصوت. هسه نشوف كيف نخليها مستمرة بالغناء. طيب نرجع للمشروع. هسه احنا غيرنا او ضفنا كوستم جديد. هذه الخطوة كيف اني اضيف كوستم جديد وانطيه اسم. زين نقدر كل كوستمز او كل مظهر نغير الاسم مالته. فمثلا هذا اسمه سينجر وان، هنا أنا اقدر اغير الاسم بما يناسبني او بما يعجبني. وهنا اسمه سينجر 2 اقدر ايضا اغير اسميها المغنيه، انطيها اسم معين، اي شيء انتم تردوا، وراح نستخدمه ضمن المشروع مالنا. كيف راح نخلي انه هي تنتقل او تتحول من مغنيه ساكته الى مغنيه يعني تغني، او انه يوضح لي انه هي تغني. انا عندي صار لها اثنين كوستمز، هسه لما اضغط عليها مدى تغير، يعني مدى يبين لي انه هي دا تنطي صوت. ايش راح اسوي؟ راح اجي من لوكس، انتبهوا هنا من لوكس اللي هي الدائره الثانيه اللي هي المظاهر اللي هي اسمها المظاهر. هسه الصوت واضح؟ اكتبوا لي بالشات. تمام، شكرا لكم. كيف نروح على اللي هي لوكس او المظاهر ونيجي نستخدم من عندها هذا البلوك، نستخدمه مرتين. هذا البلوك شنو اسمه؟ هذا البلوك اسمه سويتش كوستوم 2، بمعنى انه غير هذا المظهر الى المظهر التالي. فشنو المظهر اللي عندي؟ المغنية مالتي عندها اثنين مظاهر، عندها اثنين أزياء، زي هذا وزي لما هي تغني، مغيرة لونها ومغيرة هذه الألوان الخاصة بها، هاي أنتوا تغيروها. كيف راح أضيف؟ راح أروح على الكود، وإنه أني لما هي تغني أريدها تظهر بالمظهر اللي اسمه سينجر 2، ولما بعد ما يخلص الغناء بعد ما تسكت أريدها ترجع للسينجر 1، فاختار منها المظهر العكس واخليه هنا. فهسه بدايه المشروع هي اني اريدها تكون لما اضغط على فلاج هي بعدي، تمام، هي بالمظهر الاول. لما اضغط عليها دا تشوفون كيف لما يتغير شكلها.
تمام. هذا كيف إنه أني غيرت الشكل المغنية من خلال الكوستمز أو المظاهر، كيف غيرتها من أن هي ساكتة إلى مغنية مغيرة الزي مالتها، وهذه الخطوط تبين أنه هي كأنما تظهر لي صوت. هذا الكود اللي ضفناه، تمام. هنا هو مغير الأسماء، إحنا ما عندنا مشكلة بيها. يجي هنا ما مطلوب منكم، كيف نضيف هذه الخطوط للدرام مالتنا أو للطبل مالتنا بنفس الطريقة، حتى لا يروح الوقت من عندنا. راح أنقر عليها، أختارها هاي الدرامز، أروح على كوستومز. شوف هاي بيها اثنين كوستومز، تمام. كوستوم كأنما ماكو شيء، يعني ما الدرامز غير شغال، وكوستومز بهذه الخطوط اللي هو شغال. كيف أضيفه؟ إنه أروح إنه أني من لوكس، من لوكس، وأختار شوز الكوستومز. الدرامز عنده اثنين، تمام، عنده اثنين. الأول اللي هو الأي اللي هو الكوستومز بدون هذه الخطوط. شوفوا هنا الفرق، شوفوا هنا الفرق، تمام. فأني لما أضغط عليه الكوستومز يظهر لي بهذا الخطوط، لما ينتهي الصوت الدقة مالته أو الرنة يختفي، فيكون الدرامز أي. أغير اسم الكوستوم، تشوفون، تمام. طيب لهنا أنا المشروع انتهى. مطلوب هنا اكو تشالنج، اكو تحدي، انه انتم تضيفون بقيه الاشكال، يعني بقيه الالات الموسيقيه، وتحدثون عليها وعلى الصوت مالتها، وتبعثوا لي الايميل على المشروع بالايميل بعد ما تعملوا الاشياء. زين، اكو سؤال انه انا كيف اخليها مستمره. انه سؤال بالشات إجا، كيف إنه أنا أخلي هذه المغنية على طول تغني؟ هنا أنا حتى أخليها على طول تغني، من كنترول أستخدم يا أما فوريفر، وهنا ما راح تسكت، راح تظل تغني على طول، أو أستخدم ريبيت لعدد معين. فإنه أنا راح أختار مثلا 3 وراح أضغط عليها، أو لا مو بهالطريقة، هذا الطريقة الثانية، إنه أنتم تضيفوا لها موسيقى طويلة وتخلوها تستمر بالغناء. راح لهنا لهذا اليوم انتهت المحاضرة، هذا آخر سيشن، باقي عندنا 3 دقائق. كملوا المشروع، ضيفوا إضافاتكم الجميلة، وابعثوا لي إياها على الإيميل.